في الفيديو ده هشرح لكم ال rework بتاع لوكي. تعالوا نشوف ايه ال abilities بتاعت لوكي و ايه ال passive بتاعه. ال passive بتاع لوكي اللي هو لو بيضرب حد من ورا بي apply damage زيادة 20%. يعني مثلا تعالوا نجرب على ال Odin bot ده، لما انا بضربه من قدام 85، لو بضربه من ورا 102، نفس ال basic attack يعني. تمام. وهو ال basic attacks بتاعته يعني هو بيبقوا 5 ورا بعض، اول ضربة بتضرب بكل ال basic attack damage، بعد كده اللي بعديها بتضرب نص ال damage ونص ال damage ونص ال damage، بعد كده مرة ونص ال damage اللي هي اخر واحدة. تمام. طيب تعالوا اوريكوا برضو. تمام. اوكي طيب ايه اول حركة عند لوكي؟ اول حركة عند لوكي اللي هي واحد بيختفي، طول ما هو مختفي الاعداء مش شايفينه، زائد اللي هو لو ضرب حد بيابلاي تيك دامج لمدة ثانيتين كل نص ثانية. بس انا لو انا يعني لو انا مستخدماها اول ما بضرب خلاص الفانش بيختفي وببقى باينة يعني الاعداء. طيب نفس الكلام ده كان قبل الريورك. ايه الجديد بقى بعد الريورك؟ اللي هو لما بضرب اللي هو مختفي بيبان لمدة 33 ملي ثانية. تمام. طيب دي كانت اول ability اللي هي vanish. تاني ability عنده ديت بت apply take damage كل نص ثانية طول المدة بتاعتها. غير كده اللي هو لما بيتضرب 4 مرات منها بياخد نفس الدامج من قدام زي الدامج اللي بياخده من ورا، بت apply ال passive بتاع لوكي من قدام كمان. تمام. طيب غير كده اللي هو لو يبقى واقف جواها، يعني لو العدو واقف جواها بتعمل له بلايند بعد 4 ضربات منها. يعني بصوا لما بيبقى لونه اخضر كده لما يبقى حواليه هالة خضرة كده يبقى هو كده معمول له بلايند، ومعمول له اللي هو يتضرب من قدام زي ما بيتضرب من ورا من لوكي. تمام. طيب مفيش كلام كتير اقوله على تالت ability، هي 6 ضربات. اول 5 بيعملوا دامج عادي، واخر ضربه هي اللي بتعمل اكتر دامج في ال6 ضربات دول. تمام. طيب دي كانت تالت حركه عند لوكي. اخر حركه اللي هي الالتيميت بتاعه عباره عن ضربتين. اول ضربه بتعمل دامج بس ما وبتعمل له كريبل. يعني ايه كريبل؟ يعني اودن ده مثلا عنده حركه اللي هو بيعرف ينط بيها، ينط يعني بيسكيب من الاريا اللي هو فيها. فالكريبل ده بيمنع اي حركات موفمنت او اي جامب اي ليب بيمنعه. فده بعد اول ضربة بتعمل بقى لمدة ثانية، تاني ضربة بتعمل ستان في كون قدامه. تمام. طيب تعالوا نجربها تاني بعد ما كول داون ما يخلص، نجربها في اللي بيمشي دي عشان تبقى باينة. كل الموجودين في الكون ده بيتعمل لهم ستان وبيتضربوا. اوكي دي كده الحركات بتاعت لوكي بعد الريورك. تمام. حاجة زيادة الاتنين بتاعته كانت قبل كده بتعمل تونت للمينيونز. يعني ايه تونت؟ يعني هي المينيونز بتسيب اي حاجة في ايديها وتضربها، هي كانت بتضرب اللي في النص ده. بس بعد كده يعني دلوقتي خلاص المينيونز ما بيتعمل لهمش تونت، بيضربوا عادي المينيونز اللي قدامهم او بيضربوا البلاير عادي. تمام. طيب في حاجة أخيرة ممكن أعملها منشن، إن لوكي يعني هو معظم الأساسنز أو كل الأساسنز في سمايت عندهم حاجة اسمها أوتو أتاك كانسلينج. ده تكنيك تستخدمه عشان تضرب دامج كتير في وقت قليل جدا. يعني احنا ايه لو بصينا عند الأوتو أتاكس بتاعت البيزك أتاك بتاعت لوكي، هنلاقي الأول ضربة بتعمل دامج الدامج كامل. تمام. طيب انا خلاص اول ضربه بعد كده تاني ضربه بتعمل نص الدامج، لا انا مثلا عايزه اعمل اول ضربه دي مرتين ورا بعض. لو جربت مفيش الاوبشن ده غير ان انا اعمل اوتو اتاك كانسلنج. تمام. طيب الفكره بتاعه الاوتو اتاك كانسلنج اللي انا بعمل اوتو اتاك بعد كده بستخدم ability بعد كده بعمل اوتو اتاك تاني. اكتر يعني اسرع 2 ability عند لوكي بعد الريورك اللي هم يتعمل بيهم اوتو اتاك كانسلنج اللي هي اول واحده بتاعته. تمام كده. وتاني واحدة
يعني اعمل كده. كان قبل كده ثلاثة كمان كنا بنعرف نعمل بيها اوتو اتاك كانسلنج عشان كانت بتعمل باف للوكي، ما كانتش بتعمل كل الوقت ده يعني. بس خلاص ثلاثة كده مش هنعرف نعمل بيها اوتو اتاك كانسلنج، ولا الالت برضو. الالت ما كناش بنعمل بيه اوتو اتاك كانسلنج قبل كده. يبقى واحد اوريكو تاني، تمام، واتنين، وده كان الفيديو بتاع الريورك بتاع لوكي. طيب لو حبيتوا تعملوا بيلد، انا يعني هرشح بيلد ارينا بسرعة جدا. انا ما بلعبوش غير في ارينا عموما، قبل ما يتعملوا رين نيرف كتير كنت بلعب بيه في الجنجل، بس بقالي كتير ما جربتوش في الجنجل. طيب في ارينا هبتدي بايه؟ هبتدي بالاتاكرز بليسنج، بعد كده هجيب وورير ستابي، بعد كده هجيب كراشر، بعد كده هايدرز دامج، بعد كده بقى حسب الدور ماشي ازاي. لو انا بقيت قوية جدا وموتت كتير ممكن اكمل البيلد بقى انا اجيب كريت ايتمز اللي هم عبارة عن ريج و ديسبرينجر، وبعد كده هبيع البليسنج واجيب مثلا في الاخر بلود بورج. تمام ماشي. طيب لو انا حاسة ان انا بعد ما جبت الهايدرز، خليني اعمل اندو للكلام ده كله. انا اشتريت البليسنج، بعد كده ده. طيب لو انا حسيت بعد هايدرا ان انا مش قوية قوي، ان انا بموت مثلا بعد ما موت حد بموت، فانا لازم على طول ارش اجيب البلود فورج، عشان البلود فورج ده الباسيف بتاعه اللي انا بعد ما بموت حد بيديني شيلد. الشيلد ده 200، يعني بيديني 200 هيلث و10 كل ليفل، كل ما ليفل ماشي. يعني لو انا ليفل 5 هيديني 250 عشان 10 بكل ليفل. اوكي طيب بعد ما جبت البلود فورج هجيب ايه؟ برضو حسب الدور ماشي ازاي. لو انا خلاص بقيت قويه مش هجيب كريت بقى، لان انا كده هيبقى عندي مكانين بس للكريت ايتمز، فمش هيبقى اوبتيمال قوي. ولسه اصلا عقبال ما ببيع البليسنج ده بياخد وقت كتير. انا مثلا ممكن اجيب هارت سيكر عشان بيزود الابيليتي دامج بتاعي. اوكي وده كان فكره بسيطه عن البيلد بتاعه في ارينا. ما اظنش ان انا هلعبه في جوست، بس لو يعني لو حد بيفكر يلعب في جوست هجيب وورير. برضه هبتدي خالص بالاتاكرز بليسنج. بصراحه مش عارفه هبتدي باتاكرز بليسنج ولا هبتدي ابقى تانكي شويه واجيب ووريرز بليسنج، حسب البلاي ستايل بتاعكو. وهجيب البوتس اللي هي وورير تابي، وبرضو هجيب كراشر تقريبا نفس البيلد. لو هما معاهم هيلينج هجيب توكسيك بليد، تمام، عشان لوكي بركز قوي على البيزك اتاكس بتاعته زي ما كلمتكم عن الاوتو اتاك كانسل. بس برضو حسب، لو انتوا عايزين تركزوا على الابيليتي مش هتجيبوا توكسيك بليد، هتجيبوا الانتي هيل اللي هو برولرز ريستيك. تمام حسب. ماشي هكمل ability وهجيب rollers. هجيب titans bane عشان خاطر ال penetration، وبرضو هجيب blood forge. اوكي بس انا منصحش بلوكي، هو انا مجربتوش بعد الريورد في جوست، بس منصحش بيه في جوست. تمام طيب لو هنجيب حاجة، لو انا هجنجل في conquest هبتدي خالص بال assassin's blessing. No one will see this coming. وبعد كده هجيب تير 1 من ال من كراشر، بعد كده هجيب الفول بوتس، بعد كده هجيب الكراشر، بعد كده انا بصراحة يعني في الوقت ده ممكن اجيب هايدرز عشان انا بحب الاوتو اتاك بتاع لوكي، بحب الاوتو اتاك كانسلنج بتاع لوكي. بس بعد الريورك بتاع الثري بتاعته مش عارفة هكمل ازاي. بس لو انا هكمل زي زمان هجيب هايدرز، بعد كده لو انا بخسر كتير ممكن اجيب حاجه ديفنس يعني هايبريد ايتم حسب انا عايزاه. لو انا مثلا قدامي الميد اللي هو ميج بيضربني جامد، ومثلا الجنجل بتاعهم كان ميج، هجيب رينيك شيلد عشان هو بيديني ماجيكال بروتكشن وبيديني باور وبيديني هيلث، يا اما هجيب انسايف عشان هو بيديني كمان كول داون ريدكشن بس ما بيدينيش هيلث. في حسب الدور ماشي معاكوا ازاي. قولوا مثلا انا هجيب واحد من دول وهجيب
مش عارفة أرشح بلاد فورج هنا ولا لأ، لأن كونكويست في الأول بتبقى يعني واحد ضد واحد قوي، يعني انت بتروح تجانك واحد مش بتجانك التيم الانمي تيم كله، بس ليت جيم بيبقوا متجمعين، فممكن بعد ما تبيع البلاسينج تجيب البلاد فورج، لكن ما تجيبوش دلوقتي. ماشي. طيب لو هما اصلا ما مش ميجز اللي مضايقني، ووريرز فيزيكال، يبقى ساعتها هجيب فويد شيلد، ده اللي انا برجحه في الحالة دي، يا اما برزيركرز شيلد الجديد هيبقى حلو قوي مع لوكي، هيديك اتاك سبيد وهيديكوا فيزيكال باور وفيزيكال بروتكشن وكمان بنتريشن. اوكي، فا it depends يعني قدامكم. ماشي، اخر ايتم. ماشي، قلنا هنجيب انا بفضل ان انا اجيب حاجه انتي هيل لو هما عندهم هيلرز زي افرودايت او هل بقى كيوبيد، كل الناس اللي بتجيب ديت بجيب ده. هبيع البلاسينج وهجيب بلاد فورج، وده الفيديو بتاع توكس.